اللقمة الطيبة هي شريكة صباحاتنا يومياً. هاي اللقمة رح نتعرف عليها أكثر ورح نشوف ضمن مخبز يعتبر من أقدم المخابز بالشام القديمة وتحديداً بحيارة الإيمارية. رح نتعرف على خلينا نقول الشيء اللي يمكن كلياتنا بنحب نفطره الصبح، الخبز أو المناقيش. خلونا نشوف جولة ضمن هذا المخبز القديم اللي ما زال لهلأ بيقدم فطور صباحي متميز ومختلف. مرحبا ويسعد صباحك. الله يسلمك، اهلا وني الله. يعني نحن هلا موجودين بمخبز يعتبر من اقدم المخابز بالشام القديمه وتحديدا بحاره الايماريه. خلينا نحكي قد ايه عمره المكان. هلا عمر المحل يعني اكثر من 100 سنه، يعني شيء 150 125 سنه قديم، يعني كثير هو المحل. ونحن مميزين الحمد لله من زمان بالخبز المشروح والطلامي السمسم محبة البركه وهيك القصص هي. وهلا من جديد صرنا نعمل فطاير، يعني كمان متميزين بالاشكال والانواع اللي بتقدموها. هذا يمكن اكثر شيء معروفين فيه. اكثر شيء هذا الخبز القديم الاساسي، خبز التنور. وفي عندنا الخبز الفطاي السمسم تبع حبه البركه، كثير هذاك كمان معروف كمان قديم. بس احنا هلا هيك حدثنا موضوع الفطاير والمحمره وكل شيء انواع فطاير يعني موجوده. تغيرت يمكن العادات، اوقات الناس بتفكر على مر السنين، ولكن ضليتوا انتم مكان الناس بتحب تيجي عليه الصبح الظهر باي وقت على العشاء لحتى تاخذ هي اللقمه الطيبه. مثل ما بنقول مارسين يعني ساعتنا ومحافظين التراث القديم هذا، لانه ما عاد في كذا محل يعني بالمحل، يعني بالشام اربع خمس محلات يعني مو كثار. إيه لساتنا محافظين على التراث وعلى لقمتنا الحمد لله، إن شاء الله إنه عاجبة الكل ومميزة عند الكل يعني. وبتعرفي موضوع المشروح فول وفطور والغداء والمميز يعني. يعني خلينا نحكي كمان المكان صغير، ولكن المحبة اللي موجودة فيه ويمكن العشرة بينكم وبين عمر صرنا نحن وياه ونعمال عندي صار زمان دايمين عني. إيه تفضلي. هلا هون هذا فينا نقول الفرن التقليدي، التنور. اول شيء بيجي موضوع العجين، كله يدوي عندي انا، ما في غير العجانه بس. موضوع اللي من عند العجين كمان هذا التقريص بقرصهم كمان يدوي، وهون نفس ما عم تشوف هيك كمان رق العجين كمان، بعدين عاد على التنور كمان كله يدوي، يعني عندي ما في آلي بنو. بساعتنا محافظين ايوه موضوع التراث القديم. قبل ما نكمل يسعد لي صباحك. اهلا صباح الله يقويك. الله يسلمك يا رب. كيف الشغل؟ الحمد لله شغلي كويس ممتاز. المرحله اللي خلينا نقول مثل ما بيقولوا الشبه الاساسيه عند العجان. المرحله هي بتجي من عند العجان لعند البشكار لهون لعند الخباز، بعدين بيطلع الخبز على البسطه لبرا. يعني بعد هاي المرحلة نيجي لعند مرحلة الخبز. هذا يمكن الخبز مثل ما قلنا بيميزه هو الطريقة التقليدية اللي فيه الفرن. تمام، التنور القديم هذا بيجي طرابة نارية ونظامه كتير قديم يعني. طبعا غير وضع المرقد بالسياحي يعني، هذا بضل كل شيء يدوي التراث القديم ضل ايه، وكطعمه افضل واطيب يعني كل شيء له شيء. هو هذا عن السياحي. خليني اكمل الجوله معك هيك لبرا. انت عامل مثل ما بيقولوا هيك قعده لطيفه للي بيحب مو بس ياخذ. هلا هون مثل ما بيقولوا هلا بنبرد بنبرد الخبز اللي احنا هون، لانه ما بيصير يكون مطبق. هذا خبز السمسم وحبه البركه ويانسون ومحلى. نحن عم نشهي كل اللي عم يتفرج ان شاء الله مليون. محلكم لكم ولغيركم مين ما بيشرفنا. بس كرمال انه نعبيه مشان ما يعجن بالخبز، وعامل قعده وطاولات وشاي. وقت حدا بده يطلب فطاير مثلا في شاي وفي قعدات. يعني هيك فينا نقول بهذا المكان الصغير بنختزن جزء من الذاكره تبعتنا، جزء من عاداتنا وتراثنا وتقاليدنا ولقمتنا الطيبه. اكيد طبعا مزبوط.
يعني ان شاء الله بكون عايمين بالواجب وحسن زنكم وشيء انه بيعجبكم وشيء انه يكون لقمه طيبه وظريفه. ويمكن مجاورك كمان في محل الحمص والفول، فالناس بتيجي بتاخذ من عندك الخبز ل الحمص والفول، وهنا كمان هذا محلنا الثاني كمان محلكم. يعني كمان الفول والحمص هو جزء اساسي. اكيد طبعا اكيد، مع خبز المشروح يعني ما مقبول اذا ما في خبز مشروح الفول. يعني هيك كنا اليوم معكم بجولة قصيرة من الشام القديمة وتحديدا من حي الإمارية، خلفي مكان عمره 100 سنة تقريبا، بيختزن كتير من الذكريات، وأيضا هو يمكن المكان اللي بنتوجه له دائما بالصباح الباكر لحتى نبدأ صباحنا باللقمة الطيبة. هاي كانت جولتنا لليوم، ونشوفكم بجولات تانية، وباي باي.